couldn't build us. طول فترة السجن كنت أأمل تجيلي فيزيتور زيارة يعني. سؤال إيه؟ البيانو اللي أنت كل شوية منطرهولي في حتة مرة في الجنينة ومرة جوه هنا، نظامه إيه؟ أنت بقى بتلعب عليه ولا جابه ديكور؟ لا بلعب عليه. فنان يعني؟ أرتست يعني؟ أنا شغال مع أرتست. خلينا في المهم، أنا عايزك في العملية الجديدة. مش لما نصفر القديمة يا فنان؟ شو يعني نصفر؟ يعني نجيبه أرض بس هو يسلم. مين هو ده اللي يسلم؟ أم. نصفر يا جوجل. 10 خضرة أم. كده بقى فاضل لي 40 أخضر. ما تلم رجليك شوية. طب وأنت إيه اللي مسكتك؟ ماشي يا طهرة. عايزك تظبط يالا. ما تنساش إن أنا اللي مخرجك من السجن. يعني أنت اللي عليك. مش أنا. ومين قالك بقى ان انا كنت عايز اخرج؟ انا كنت اخلص المصلحه بتاعتك وارجع تاني. صدق بالله انا بطلع مصلحه جوه احسن من بره، وفي الهادي جدا على روقان. ده انت محدش يعرف يغلبك يا عم. انا لا عايز اكون غالب ولا مغلوب، انا عايز اقضي المصلحه واطير. ايه المصلحه؟ عروسه مكتوب كتابها عايزين نسطرها ونوصلها لابن الحلال. لميعه ولا مطربه؟ ملعلعه. الدخله امتى؟ يا ريت النهارده قبل بكره. ايه المصلحه؟ حتة آثار دهب عايزين نسلكها. الاستلام في الأقصر والتسليم في اسكندرية. وبعدين؟ كده انت فهمتني كويس طبعا يا كبير. تمام؟ تمام؟ الله، انت بتكلم مين يا دنيا؟ بشاور قرين يا برنس. انا ما قلتلكش ان انا ملبوس. خلينا في المهم، الموبايل ده خط جديد هكلمك عليه في أي وقت، والفلاشة دي عليها فيديو لعروستنا. طب معلهاش حاجة الأصالة الجديد؟ طب ما تقفش، احنا هي ناقصة قفش. طلب 4/4 ساعة لغوريسكي ريجوليروفشيك ريجوليروف. طب علي 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 ده تاكي نيبولا فيرولي كل بروتوكولم تبروتوكاليروال كافي فيرولي. طب الخبر ده طلع صحيح؟ تبقى مصيبة سود. خبر ايه؟ مش عارف مش عارف، بس قلقان. شو ده بانسيدنت نيستال بريتندنت من السودي. اسيبك انت بقى تقلق لوحدك وقلقانة في اي مكان تاني. سلام. نيكوري تركا تروبكو كوبيل. يا ليلى انا بخير. لم هدومك انت وشيماء وفاروق عشان هتجوني. مش لما الاول اعرف في ايه يا صابر. هفهمك بعدين. شوفي مين. شوفي مين. حاضر حاضر. مين؟ حكومه. يا لهوي، الحق يا صابر، الحكومه بتدور عليك. في يا باشا. ايه صابر يا بنت؟ في السجن يا باشا. خش فتش المكان. ما هو هرب يا روح امك. يا فندم مفيش حد جوه. هاتهم لي على البوكس. والله يا باشا ما اعرف. يلا يا بنت. ياسر بيه، ده ما كانش اتفقنا يا عم. متقلقش يا عم، احنا عاملين الموضوع ده بس عشان يبان انه طبيعي. ساعتين كده وهخرجها لك، وزي ما وعدتك هصفرك ورقك زي الفل. بقول لك يا جوجل، هبعت لك رساله على موبايلك في عنوان تحفظه كويس قوي، وبعدين تمسح الرساله. ماشي يا باشا، يلا صباح فل يا جوجل، مع السلامه. انت هتهرب الواد ده بره مصر؟ أهرب مين يا عم انت؟ ده واد نصاب عليه قضايا أكتر من 15 سنة. Delivery date. When? You are too late and we hurry. ليك حياتي، هن عم يسألوك عن موعد التسليم، بيقول لك إنك اتأخرت عليهم كتير، وهن هيك مزعجين منك.
التسليم هيكون الاسبوع الجاي. نظام سداد الفلوس ازاي؟ الدليفري will be next week. How the money will be? One third of the amount will be paid before delivery and the rest after delivery. حياتي هو رح يدفع لك التلت هلا قبل التسليم والباقي بعد التسليم. وانا موافق. اوكي. يا صبر. حياتي ليكو هيدا صابر. ايوه يا صابر. خلي بالك يا باشا انت بتراقب. بقول لك يا غالي، احنا مش مركب واحده؟ ولا انت عايزنا تلط تخش السيجنال بسطرحه؟ خلينا في الجد. انت هتستلم العروسه في الاقصر وهتسلمهاني في اسكندريه، والكلام ده هيكون يوم الجمعه. اهم حاجه بعد الصلاه. انت عرفت ازاي ان البوليس بيراقبني؟ جات لي رؤيه. اصل بنام طاهر. كلام نتعيق براها امك. اوبا، ايه الجو الامريكاني؟ انت جبني هنا ليه؟ مزاجي. انت سيب انت على قالك لما يظبط الحجر بس شويه. ولا بقول لك ايه، انا لا هسلم ولا هستلم. انا روحي في ايدك. فين ال عف؟ لا كده انت بتدخل ظرف التهريج وغالبا بتقلب بجد. امسك اشرف لي ارجع السجن احسن. هنسميك الاسم اللي انت عايزه يا حبيبي. طلباتك ايه؟ انا بقول طلباتي بتزعل. شريط اصاله. اوبا، ده انت معبي. لا انا عايزك تسميني سعيد عشان لما اسافر يقولوا لي هابي. استغفر الله العظيم، امك اللي ذنبنا عظيم. التسليم امتى يا صابر؟ والله ما انا راضي عليك عشان انا قلت لك هابي وانت قصد تضايقني. التسليم امتى يا هابي؟ هابي، ايوه كده. كمان يومين. هيبقى فين؟ يعني انت ما سمعتش؟ الحكومة بتحب تتأكد. ورا مصنع الكراسي. اشمعنى؟ عشان ضلمة. خلص يالا. اه مالكش أمان. عند الهرم الكبير. اشمعنى؟ عشان طويل. بطل وسخ يالا وخلص. هو اللي قال لي. ولعلمك بقى عشان خاطر المحبة اللي ما بيننا. العروسة لميع مش مطربة. أفهم من كده إيه؟ كنت أنا فهمت. امسك. أهدي الفلاشة اللي عليها العروسة. بس امان عليك ما تمسحش اغاني اصلا اللي عليها. اوعى ايدك. تمسح ايدك. انا ما يهمنيش في الموضوع ده حاجه. انا هغسل ايدي منه وهسلمك السروجي في ايدك دي والعروسه في ايدك دي. بس امان عليك بلغ مصر كلها.